كل شيء الحين مسجل صوت وصورة. اوكي وين هذا؟ مذكرتك ما تدري وين راحت؟ سهلة. الحين عندك برينتر ولا ما عندك برينتر؟ يمكن عندك. لا هو اتخذ قرار يا إيه لا، يعني عندك برينتر ولا ما عندك؟ حلو، بس خلص سهلة. عبد الهادي وين عبد الهادي؟ ما بياخذ غياب ويطلع غياب. هو كان غياب، كان مشكلة كل شيء هني. ها اخذ غياب، احس اجله غايب كذي. حلو شفتوا ايش حلو. عبد الهادي شلونك؟ هلا، انت شنو سالفتك انت ومع وليد؟ انت تطلع هو يدش، انت شو السالفه؟ انزين الحين الله يعطيكم الف عافيه شباب. المفروض ان في بعد اثنين عدل بس ما حضروا. الحين بلش الساعه 10. راح ناخذ الغياب. شوف شلون ناخذ الغياب، بس نسوي كذي خلاص خذينا الغياب. الحين طبعا راح يسجل وراح يظل يسجل. لو اي واحد فيكم طلع راح يسجل غياب، فانت لازم تكونوا موجودين الى الساعه تقريبا، يعني نقول تقريبا 11 ونص يكونوا موجودين في الموضوع هذا. الله يعطيكم العافيه جميعا. طبعا المحاضره هذه مسجله، راح تشوفونها على اليوتيوب بعد المحاضره مباشره. راح ادز لكم الرابط. بالنسبه حق الناس اللي قاعد يسالون ابي مذكره بالامور هذه، البرنامج عندكم نفس هذا تقريبا، راح تدشون على تيمز على دوائر متكامله. بعد المحاضره هني راح يطلع لك شاشه مالت يوتيوب فيها المحاضره نفسها. المحاضره نفسها راح تكون موجوده هني. طبعا يفضل انك تدش على اليوتيوب تسوي سبسكريبشن حق القناه مالتي عشان ان اول شيء يوصل لك مباشره، يعطيك نوتيفيكيشن فيها بدون ما تدش على تيمز. هذه شغله. بالنسبه حق اللي سالني انا ابي النوته، نفس هذا المكان هذا في هني فايلز، انت حاطه بالعربي ولا بالانجليزي عندك؟ حاطه بالعربي. ملفات، راح تلقى هني ملف كلمه ملفات تضغط عليه، دش على كلاس ماتيريال كاهي، هذه المذكره هذه. عاد كيفك تبي تنزلها داونلود، تروح تطبعها، كيفك، هذا شيء راجع لك يعني بالطريقه اللي انت تبيها، يعني ما راح تفرق معي. صوتك وايد بعيد، شلون؟ شباب انتم سامعينه؟ صوتك ترى حد بعيد. كم واحد فيكم قاعد يستخدم الكمبيوتر مو قاعد يستخدم التليفون؟ انا مستخدم التليفون، يعني الظاهر ميكروفون تليفونك تعبان شويه، او انك حاط التليفون حاطط قاعده وقاعد فاتح النوت. زين تسوي، يلا اوكي. زين الحين بالنسبه طبعا الحين راح نقعد. الحين وش قاعد تشوفون؟ قاعد تشوفون صورتي حياكم، وعند قاعد تشوفون النوتة. تمام، شوي راح اغير الخطة. قبل كنت اقول لكم راح نفتح اللي هو الوايت بورد وهذا، لا انا اشوف الطريقة هذه، واي شيء نقعد نجيب لنا ورقة ونقعد نحط عليه هنا اسئلة ونحلها، انا اشوفها احسن وافضل واكثر تفاعلية معاكم. صح، انزين. اول شيء قبل ما ندش على الماده راح نعلمكم بس طريقه توزيع الدرجات الجديده اللي اعتمدوها. توزيع الدرجات راح يتم كالتالي. تلاحظون عندنا غياب
عندنا اختبارات قصيرة، عندنا تطبيقات وميد تيرم وفاينل. هذا طبعا كان النظام القديم، هذا النظام القديم. النظام الجديد الحين لا، تغير. شو اللي صار؟ صار التالي: غياب 10 درجات، تمام، نشاط 20، واجبات 20، كوزات 20، ما في متر، متر ما في، والفاينل 30. حلو. انت ما طبعا هذه اول مره تحضر صح؟ كان في عندنا محاضره تجريبيه جربنا معاهم شلون احنا ممكن على قولتهم يعني شلون ممكن يقدمون اختبارات عن طريق الاونلاين. الهوم وركات والكوزات والفاينل كله اونلاين، والتصليح كمبيوتر مو انا اللي اصلح. ولما قبل اسبوعين لما بلشنا محاضرات اعطيت محاضرات كان الفكره على الموضوع شلون ادربكم على الموضوع هذا. بعضكم حضر بعضكم ما حضر، يعني ما ادري ليش ما حضرتوا، بس بالنهايه يعني كان المفروض كنت تحضرون على اساس اي غلطه الحين راح تسوونها بالكوز الجاي. انت عاد يمكن فيكم تجرب يعني غلطه واحده مباشره ما يصلح لك ويعطيك صفر. المشكله مو انا اللي اصلح، وهو اللي يصلح كمبيوتر، فلازم تديرون بالكم بهذا. يس، بنفس اللحظة لما تطق سبمت انتهى الموضوع، تسلم الورقة ثواني يعطيك النتيجة ويدز لي النتيجة أنا، فما في تدخل من عندي يعني، فالله يعينكم في الموضوع هذا. نطالع ان احنا من توزيع الدرجات يعني من السهل جدا انك تجيب جريد، من السهل جدا، من السهل جدا جدا. يعني الغياب 10 درجات، يعني حاليا انتم 5 حضروا، 2 ما حضروا. راح تشوفون بعد شوي راح اشرح لكم شلون طريقه الدرجات. الغياب وايد مؤذيه انا اقول لكم اياها، لان غياب يوم واحد معناه درجه وغدره. زين، النشاط بالنسبه حق يعني وجودكم، اسئلتكم لما انا اسال انتم تجاوبون، الامور هذه هذه ممكن مشروع ممكن نسوي شيء كذي، هذه عليها 20 درجه. الواجبات قلنا هوم وركات، الهوم وركات هذه راح نحاول نخليها اونلاين وتسلمونها، يعني كل اسبوع بحاول ان احط لكم هوم ورك عليها 20 درجه. الكوزات ايضا اسبوعيا راح تكون، كل يوم احد في عندنا كوز هم نفس الطريقه. اوكي، يعني قالنا بس الفاينل عليه 30 درجه. فانتوا لو تحسبونها يعني انت لو قدرت تجيب 20 و20 و20، هني هذا 60 وهني 10 هذه 70، انت طلعت بسي بدون الفاينل، بسي تطلع. فيفضل ان يعني على قولتهم يعني تجيب اي ان شاء الله يعني بالموضوع هذا، خاصه ان الكورس يعني اندمج الى 6 اسابيع، يعني صار اقل من النص او 7 اسابيع، صار النص تقريبا. بالإضافة إلى أن كثير من التوبكس راح تنشال، صرت فيها تخفيف عليكم في الموضوع هذا. انزين، بالنسبة حق هلا كتخصص حنستفيد ولا حينتقل للكورس الجاي؟ في تسجيل حاليا ما أقدر أعلق، في تسجيل قاعد شوف، شوف العلامة هنا تسجيل. أوكي انزين، بالنسبة حق الغياب، الغياب الحين طبعا انا اوريدي خذيت الغياب عن طريق السيستم والسيستم راح يعطيني اياه. لو تلاحظون هنا مثلا الحين مثلا اليوم خالد موجود صح؟ خالد موجود. خالد منصور، نعم تمام. خالد وليد موجود. عبد الرحمن، نعم. عبد الهادي، نعم. محمد أسعد موجود. محمد محمود، نعم موجود. ما شاء الله كلكم حضرتوا، عيو شلون. وليد، نعم. كلكم حضور. من اللي دش من آخر 2 دشوا، ما سجلناهم حضور بالسيستم. لا
هاي مشكله. محمد محمود اي الحين طبعا مو انا اللي اخذ الغياب، السيستم ياخذ الغياب ها، فسجلكم متاخرين ترى على فكره يعني. يعني انا اني سجلتكم حضور بس راح يسجلكم متاخرين، هذه مشكله يعني. شوفوا نشوف إيه، انتم حضرتوا كلكم بس قبل يعني الساعه 10 خذينا داونلود اتندنس ليست وشلخكم شويه. يلا مي خالف انزين، حاولوا دائما تحضرون بالتايم بالتايم يا شباب عشان لا تصير مشاكل. انزين لنلاحظ الحين مثلا احنا الحين حضرنا، بعطيكم مثل مثال على خالد منصور مثلا. خلينا نقول خالد منصور حضر مع كل المحاضرات، قاعد تلاحظون الدرجه شلون قاعد تتغير هنا؟ اذا حضر بالضبط هم 12 محاضرة. ليش 12 محاضرة؟ يمكن في ناس تقول سالفة ال 12 محاضرة. خلنا أوريكم أنا الحين الجدول اللي عطونا إياه بخصوص ال كهو. قاعد تشوفونه الجدول، هذا الجدول مال الأسابيع. إحنا الحين بالأسبوع الأول راح نبلش تدريب، هذا الأسبوع الثاني الثالث الرابع الخامس. لاحظوا بالخامس إيش راح نبلش؟ رصد الاختبارات القصيرة وتطبيقات واختبارات. يعني هني على أول أسبوع من شهر 9 إن شاء الله، يعني بعد شهر بالضبط راح نبلش نحط نرصد الدرجات. الأسبوع اللي بعده رصد اختبارات قصيرة وتطبيقات، اختبار منتصف الفصل، علم يعني كشوفات أسماء وما أدري شنو هذا. امتحاناتكم العملية، طبعا المادة هذه تعتبر مادة عملي، لا تنسون المادة هذه مادة شنو؟ عملي. فإحنا هني اختبارنا راح يكون بالفترة اللي هي ما بين 20 إلى 24/9 إن شاء الله. هذا الفاينل. دكتور عادل سوي كابتشر. هذا كله مسجل راح يجيلكم، كله جاي لكم. أوكي. فهذا كله هني راح يكون امتحان. إنزين. بالنسبة حين حق الامتحان نفسه، يعني خلينا نقول المادة عملي ونظري مثل ما انتم عارفين، يمكن كان بداية الشباتر كلها نظري بعدين في عملي. شلون طريقة التجارب العملي؟ يعني لحد الحين انا مو لاقي اجابة يعني مثالية حق الموضوع هذا. راح ناخذ احنا اول شيء الجزء النظري اللي هو حسب المنهج راح ناخذه، وهذا التجارب راح اشرح التجارب ولكن ما راح تسوونها بيدينكم. يعني نشرح تجربة كذي نظريا شنو لازم يصير، راح تقول لازم نسوي كذي 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 اوكي، وشنو يطلع يقول المفروض يدش كذي راح يطلع كذي، بس يعني راح نخليها شفوي. واضحة الفكرة؟ اوكي بهالطريقة هذه. خلينا نطالع الحين بس الحين مرة ثانية على الدرجات نشوف اني. فاحنا بالاسبوع السبعة ما في عندكم انتو، فانت لو حضرت قدرت تحضر 12 محاضرة، شوف 12 محاضرة تاخذ 10 درجات. زين خالد غاب محاضرة واحدة بس، شوفوا الحين محاضرة واحدة كان 10 ها، شوف ايش راح يصير، نزل تقريبا اكثر من 0.8. زين غاب محاضرتين راحت، زين تأخر عن محاضرة واحدة شوف يعني غياب وتأخير درجة وربع. شوف تأخير محاضرتين يعني تقريبا اي غياب يوم، تأخير محاضرة واحدة تقريبا 0.4 وشي، تقريبا نص درجة. ورحم والديكم لا تغيبون ولا تتأخرون، لأن معنا درجات قاعد تطير من عندكم على الفاضي، هذا حرام. واضح الفكرة؟ انزل هذا بالنسبة حق توزيع الدرجات والأمور هذه. نزل شلون احنا راح نشرح بالطريقة التالية. عندنا قدامنا المذكرة، أتمنى أن يكون عندكم المذكرة
مثل ما خالد شغلة حلوة أنه حاط التليفون قدامه والمذكرة قدامه، راح نقعد نقرأ مع بعض ونحط ملاحظات ونعطي أمثلة من هني ونكتبها كأن هذه الصبورة. بنفس الوقت يعني الكاميرا موجودة قدامكم، فأي سؤال وتفتحين تول مايكات بأي لحظة، أنتوا شباب عادي، فحتى لو تفتحون الكاميرا فتحوا الكاميرا، أنا ما عندي مانع. خلنا نتبادل الحديث في الموضوع هذا. مادتنا اسمها Integrated Circuit. لما نقول كلمة Integrated Circuit شباب، شنو نقصد احنا كلمة Integrated Circuit؟ الكلمة هذه باللغة الإنجليزية خلنا نقول شنو معناها؟ لا، Integrated معناه شيء، يعني شوف لما نقول مثلا أنا مثلا خلنا نقول أنا ومثلا صديقي الفلاني، نحن متكاملين. يعني شنو متكاملين؟ يعني احنا نكمل الثاني، معناه ان الشيء اللي ناقصني موجود عنده والشيء اللي ناقصه موجود عندي، تمام؟ معناه ان احنا الاثنين مع بعض احنا كاملين، احنا الاثنين مع بعض كاملين، بس بروحنا كل واحد بروحه ما هو كامل. لما نقول دوار متكامله نقصد فيها ان احنا يكون عندنا ساعات، تشوفون هالقطعه هذه دائما تشوفونها عدل، لان تكسر جهاز ريموت ولا شيء، شو تسمونها؟ شو كنت تسمونها هذه القطعه؟ لا هذه يعني اهل شويه الاختصاص يسمونها IC. IC اختصار حق كلمتين اللي هم منو؟ Integrated Circuit، يعني الدوائر المتكامله. هذه القطعه الصغيره اللي يمكن حجمها جدا صغير داخلها دوائر كامله، برزستراتها، بكباستراتها، بوايراتها، بكل شيء، دوائر كامله موجوده داخلها تمام. فما تحتاج، فهي تعتبر دائره متكامله، فعشان شيء يسمونها دوائر متكامله، انتجريتد سيركت، مو دائره واحده، اكثر من دائره واحده في الموضوع هذا. فانتم مثل ما قاعد تشوفون حتى هي من داخل عباره عن مجموعه من الدوائر. وهذا الحديث يقودنا الى نقطه وايد مهمه، اللي هي منو؟ اللي هي ان احنا بالدوائر هني قاعد نتكلم على دوائر، معناه ان في تيارات، معناه ان عندنا سيجنلز بالامور هذه. فتعال نطالع، احنا لما نتكلم على السيجنلز دائما نتكلم، يقول لك انتجريتد سيركت ديلينج وذ ديجيتال ديلينج وذ انالوج. نسمع الكلمه هذه حتى احنا لما يقولون مثلا العصر هذا عصر الديجيتال، تسمعون الكلمه هذه صح؟ شنو كلمه ديجيتال يعني؟ عفوا يعني ما يخالف انا يعني 01 ارقام تمام. طبعا على فكره يا شباب انا ترى قاعد أسجل، ها أسجل شنو؟ شوفوا لو تلاحظون أنا قاعد أسجل منو الناس اللي تشارك معاي، لأن هذه فيها درجات، أما واحد نايم وما يشارك معناه ما في درجات صح؟ شوفوا سبحان الله، هم نفس هم الشخصين بس اللي يتحجون الباقي انزل. عبد الهادي وينك؟ محمد محمود موجود. عفوا لا تقول موجود، انا ابي هو يتكلم. محمد محمود، ايه موجود، ايه محمد اسعد موجود، ايه شباب اللي نادي اسمه وما يرد علي معناه شنو؟ ايوه هذا مباشرة أنا أسجل غياب مرتين بعد أسبوع كامل أسجل غياب. إيه فدير بالك من النقطة هذه. والله شوف هذه مشكلة، يقول ليش؟ لأن التليفون ممكن الحين أحد يدق عليك راح يفصل عليك. هاي أنت بالامتحان إيش راح تسوي؟ دق عليك واحد غبي وقت امتحانك فصل عليك. ما ادري يعني بالنهايه يعني انت لازم تعرف هذا، تشبك واي فاي وتحطها باير بلين مود عشان لا حد يدق عليك، ممكن يدق عليك واحد واتساب غثيث ما ادري. بالنهايه الله يعينك، يعني اي مكان حتى لو نحطه مشغول خلاص يعني يطلع البرنامج ما ادري. انا بالنسبه لي افضل انكم تستعملون كمبيوتر.
أنا بالنسبة لي أنت قاعد تشوفون أنا كمبيوتر هذا ترى شوفها تبي تشوفون عشان قاعد أشوفكم كا أنا حاطكم على تلفزيون شكبرة ها قاعد تشوفون أوكي. إيه صح أنا كان حاطين هذا كا ها تلفزيون شاشة شكبرها وقاعد أشوفكم اوكي انزل نرد الحين مره ثانيه على موضوعنا الاساسي اللي هو الديجيتال. فلما نتكلم احنا على الديجيتال شنو نقصد بكلمه الديجيتال؟ قال لي خالد الخالدين قالوا لي 01 وقالوا لي ارقام. زين لما نتكلم احنا ديجيتال يعني هذا شيء زين ولا مو زين؟ لما يقولك والله هذا التلفزيون ديجيتال هذا الرسيفر ديجيتال هذا معناه شيء زين ولا شيء مو زين؟ زين وما يعلق حلو زين هذا الديجيتال زين شنو اللي كان قبل الديجيتال عيل ها صح صح الانالوج اللي حتى ساعات باللغه العربيه يسمونه التماثلي تمام الجهاز تمام لا مو هذا بس هو قصده شنو هو حتى في رسيفر عادي يعني مال ستلايت بس يكون تماثلي. شنو الفرق بين الديجيتال وبين الانالوج عشان تفهمون النقطه هذه وايد مهمه. احنا لما نيجي نتكلم على السيجنلز لما اقول لك اشاره كهربائيه تقدرون تقولوا لي شلون شكلها تتوقعون؟ اي اشاره كهربائيه اما اقول لك يلا ارسم لي اشاره كهربائيه غالبيتكم راح يرسم لي الاشاره هذه صح؟ هذه شنو هذه؟ هذه تيار متردد تمام؟ لما نقول متردد يعني شنو يعني؟ يعني مستحي يروح أدش ولا ما أدش يعني شنو مستحي هو ولا شنو؟ ليش يسمونه متردد يعني؟ لأن قيمته مو بس موجب وسالب قيمته تتغير بكل لحظة لاحظ يعني هاللحظة هذه هني قيمته بعدها بشوي هني بعدها بشوي هني بعدها صار هني قيمته تتغير لحظيا بكل لحظة تتغير القيمة ما له قيمة ثابتة معينة في الموضوع هذا فنسميه تيار متردد تمام. هذا مشكلة يعني صاعد ونازل صاعد ونازل. انزين في عندنا نوع ثاني من أنواع التيارات تمام احنا نسميه الديجيتال اللي يسمونه دي سي. هذا الدي سي قيمته ثابته قيمته واحد هو دي سي واحد راح يكون. انزين بس قالوا احنا التيار المتردد نستفيد منه اكثر من الدي سي في امور معينه مثل شنو يعني مثلا الحين لما انا اتكلم مثلا على اجهزه الارسال اللاسلكي كان استخدم مثلا طبعا البدايه هذه البدايات قبل الديجيتال قال انا استخدم هالنوع هذا احسن ليش؟ لان انا عن طريق الفريكونسي ماله واني العب بالفريكونسي ماله تقدر تسمع صوتي لان الصوت اساسا عباره عن انالوج تمام. فانا مثلا الصوت هذا غير عن الصوت هذا النغمه هذه غير عن النغمه هذه فبالتالي كان الاي سي اي طبعا فهذا شنو كان يعني انقل عن طريق الصوت او انقل بيانات معينه. انزين بس كانت في مشاكل مثل شنو التشويش مثلا التشويش شنو يطلع شباب مثل السيجنال هذه المفروض كذي ولكن فعليا سبه التشويش تطلع بالشكل هذا فانت تسمع بس تسمع شوشره تسمع الامور هذه. هذه الشغلات كلها احنا نسميها الانالوج. انزين ليش الدي سي كان دي سي ما ينفع ليش؟ ان الدي سي قيمته ثابته ايش تبي تغير فيه؟ ما راح يتغير شيء. فتقدر تنقل بيانات ما تقدر تنقل بيانات. زين قالوا زين تعال لو احنا قدرنا بالدي سي بحيث اقول هذا واحد بعدين يرد صفر ها بعدين كذي صارت قيمته مو ثابته صح ولا مو صح؟ قيمته ثابته قيمته مو ثابته اذا هذا مو دي سي.
بس شنو اللي لقوا؟ لقوا ان هذا ميستا يقدرون ينقلون عن طريق بيانات، يقدرون ينقلون عن طريق طريقه بيانات. بس الحلو فيه انه ما يصير فيه تشويش، ما يصير فيه تشويش. فهني مثلا يعتبر واحد، طبعا واحد شنو ناخذ احنا كلمه واحد؟ واحد ان معناه انه في فولت. هني اون، هني اوف، اون اوف اون، بالطريقه هذه. هني اساسا فعليا دائما هو يشتغل على الخمسة فولت، او في بعض الاحيان يشتغل على 2.4 فولت. فمثلا هني بلس 5، هني صفر، هني بلس 5، هني صفر، هني بلس 5، هني صفر، بهالطريقه هذه. احنا لما نتكلم على واحد وصفر لا نقصد هني بكلمه واحد معناها انها قيمه العدديه واحد، لا لا لا، نحن نقصد هني بالقيمه واحد معناه ان هناك تيار، هناك فولت، يعني الدائره مغلقه يمر فيها، يمر فيها، فيمر فيها فنقول انها واحد. اذا كانت الدائره مفتوحه شو نسميها؟ open circuit. open circuit معناها صفر. حلو، فعندنا صفر وواحد. اذا واحد مو معناه انه واحد فولت، لا، معناه في فولت. كم الستاندر عاده؟ هو 5 او 2.4. زين، الصفر معناه ليس هناك فولت، ليس هناك فولت في الموضوع هذا. زين، تعال نطالع، احنا خلينا نمشي احنا عن النوتة عشان نمشي معاها ونكتب ملاحظاتنا اول باول مع بعض. انزين، تعال نشوف شو المكتوب. طبعا بالبدايه كاتب لكم الانترودكشن، شنو الماده وشنو كيت كيت كيت. بس المهم عندنا نقطه واحده، الانالوج والديجيتال سيجنلز. عندنا احنا نوعين من انواع الاشارات، انالوج وديجيتال. تمام، الانالوج متحكي مثل ما انا قلت لكم قبل شويه ان قيمته متغيره. ممكن احنا مو بس الاشارات، حتى مثلا لما اقول لك درجه الحراره، درجه الحراره انالوج ولا ديجيتال؟ سؤال انالوج. ليش؟ لان الحين 34، بعد شويه 34.5، هذا ما لها قيمه. اي الانالوج الديجيتال تقدر تقول بالمثل الكويتي شو يقول؟ يا خال ابو ثنتين، يا خال ابو ثنتين، يا 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 ابيض يا اسود، ما في رمادي. الرمادي هذا احنا نسميه الانالوج. انزين، هني فهني تفسير الانالوج وتفسير هذا. طبعا حاط لكم هني بعض الامثله، مثلا الصوت شلون ينتقل، يعتبر كله انالوج. هذا واحد من الامثله الكبيره، اكزامبل اوف انالوج سيجنال احنا اوريدي تكلمنا عنها، الساين ويف اللي احنا رسمناها قبل شويه. حتى الدي سي، الدي سي يعتبر من الانالوج. لاحظ احنا ما قلنا ديجيتال، يعتبر هذا الدي سي، هذا اي سي، هذا دي سي. تمام، يعتبر انالوج ما يعتبر ديجيتال. متى يعتبر ديجيتال؟ اذا كان شنو؟ يا ابيض يا اسود، صفر واحد. راندوم اي سي فولتج، راندوم اي سي فولتج معناه بالشكل هذا، يعني شيء عشوائي. تمام، زين، سؤال، شنو تتوقعون ممكن اسالكم هني سؤال؟ اي عن الاوديو سيجنال وعن بالضبط. يعني ممكن مثلا اقول لك من ان مثلا السيجنلز، من السيجنلز التاليه تعتبر انالوج ما عدا مثلا، واحط لك ساين ويف، فيكس دي سي، راندوم اي سي، مثلا نقول مثلا نون اوف ذا ابوف. شو تقول لي؟ نون اوف ذا ابوف. بالضبط، فانت لازم يعني تحط ببالك مثل الشغلات هذه. فانا راح اسالك هذا. طبعا في ناس يمكن راح تستغرب، يعني تقول يعني زين انت الحين بتسالني والامتحان اونلاين، شلون يعني كيفك؟ فاهمين؟ يعني انت قاعد يمك كل العده مالتك وهذا. بس شنو المشكله؟ المشكله ان التايم، يعني انا مثلا الكويز مثلا 10 اسئله بربع ساعه، يعني السؤال الواحد ايش كثر عليه؟ دقيقه ونص. فانت تخيل بالدقيقه ونص هذا، اذا انت من النوع من الناس اللي كل ساعه تفتح الكتاب وتطالع، ايش راح يصير فيك؟ خلص الوقت، انتهى موضوعك.
الأقل لازم الواحد يكون دارس عشان يعني بطريقة أخرى إذا أنت ناوي تيب A شنو لازم تسوي؟ مراجعة كل يوم. لا لا وين تعال دش ودور وين هذه لا تجيب لك وأنا راح أخليها جزء من البروجكت تسوي شغلة حنسميها شيت 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 الشيت أيوة ورقة واحدة راح أقول لك أبي ورقة واحدة ألخص لي كل المواضيع. طبعا أنت لما تكون دارس تكتب تلخص تكتب عبارات معينة شغلات بسيطة أنت راح يعني مثل أوكي هذه السكة خلاص أنت راح تعرف الباجي. فهذا لما تكون يمك بوقت الامتحان بس هو قصده كذي أوكي فأنت تكون مرتب كيفك واللي بيفتح النوتة كيفه واللي ما يفتح النوتة كيفه لأن هذا شيء أنت وضميرك وهذا متروك لك. إيه أوكي إنزين طبعا هذا بنروحن واحدة من الراندوم هذا الراندوم إنزين الديجيتال قلنا لما نتكلم عن الديجيتال راح نعطيك الحين مثال من الديجيتال مع بعض الأمثلة وراح نتكلم أكثر وأكثر في الموضوع هذا. طبعا لاحظوا هذا الديجيتال إنزين هذا قبل شوي تكلمنا عنه الديجيتال لاحظوا إن هني واحد صفر 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 واحد صفر صفر واحد واحد صفر 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 واحد واحد صفر صفر واحد 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 صفر صفر بالطريقة هذه. هذا إحنا نسميه بوزيتيف ديجيتال. من يقول لي ليش بوزيتيف ديجيتال؟ لأن كل الواحد صاير صوب البوزيتيف يعني هاي فولتج. إنزين هل معناه إن بما إن في بوزيتيف إن معناه ممكن يكون في عندي أنا نيجاتيف؟ هذا إيه ممكن عادي وديجيتال يعتبر ليش بس راح يكون صفر صفر واحد راح يقول سالب واحد أقولك لا واحد نعتبره واحد صفر 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 واحد بالطريقة هذه. زين ممكن يكون كومبوست من الاثنين أي ممكن بالطريقة هذه. إنزين أنا عندي حين مفهوم ثاني عشان تفهمون شوي فكرة الباينري. طبعا هني كهك حاتب لك الهاي واللو بس إحنا قبل ما ندش على الهاي واللو الحين لما نقول احنا باينري كلمة باينري اللي هي الديجيتال في يعني شوي خلينا نقول لما تكون شوي مختصين اي باينري طبعا باينري والديجيتال يعني مربوطين مع بعض في كثير من الامور. لما نقول باينري معناه نظام الثنائي عفوا نظام ثنائي شنو يعني ليش في نظام ثلاثي نظام رباعي يعني الحين مثلا لما نقول مكاين نقول مثلا نظام ماكينة ثنائية الأشواط أو رباعية الأشواط تعرفون الفكرة هذه ولا ما تعرفونها؟ منو فيكم مختص سيارات؟ من يعرف حق السيارات؟ شكلكم ولا واحد. المكاين في يسمونها ثنائية الأشواط يعني مثلا مكاين منو فيكم حق راعي البراريد؟ اي مكاين الطراريد مثلا يقولك ها فور ستروك ولا تو ستروك في خلاص يبقى انا اسف اني قلت لك دخلت تحت معاكم موضوع هذا بس الفكره ان في يسمونه النظام الثنائي نظام العد الثنائي الباينري عشان بالضبط يسمونه نظام العد الثنائي نظام العد. ليش احنا كبشر احنا بنعد احنا اي نظام نستخدم ايش نسمي هذا النظام شنو لا مو أحادي العشري اي سؤالي لا انت قلت أحادي ترى كله مسجل يعني مع شوية نرجع ونتراهن هذا كله مسجل. زين الحين سؤالي هني الحين ليش احنا نسمي نظام عشري نظام العشري ليش في حد فيكم سأل نفسه شكلكم ما تسألون نفسكم كلش يا عدل أنا معاك بالموضوع هذا بس سؤالي ليش نسميه نظام العشري ليش ما نسميه نظام التساعي؟ يعني هذا في واحد قاعد يتكلم مشغول شوية ننطره شوية واحد مشغول مسكين لا صوتي مسموع والمايك شوي وابلعه النت عندكم شوي تعبان والله
إنزين تعال نطالع الحين مرة ثانية حق نظام العشري. ليش نسميه نظام العشري؟ إحنا لما يجي نتكلم على الأرقام شباب إذا في إمكانية إنكم تحطون تو هيدسيت أحسن. إيه إنزين لا حد الحين موجود والله. إنزين المهم النظام العشري أول رقم نتعامل معه بالرياضيات شنو كان أول رقم تعرفونه؟ صفر. بعده اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. زين الحين لو واحد فيكم بالضبط هذول عشر أرقام هذول عددهم ها عددهم عشرة. بس ما نقول سميه نظام تساعي نظام عشاري. ليش؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. عشان شيء نسميه نظام العشري. زين وأي رقم ما بعد التسعة هو عبارة عن رقمين بس بخانات مختلفة. يعني شنو خانات مختلفة؟ يعني عقب التسعة ايش راح أسوي؟ راح أقول واحد بخانة العشرات وصفر في خانة الأحد. هذا ما هو رقم جديد، هذا عبارة عن رقمين حاطهم يم بعض وموصلين هم على بعض فعطاني شكل العشرة، بينما هو مو عشرة. عدل ومو عدل؟ إيه هلا ما له علاقة بالعدد الزوجي. هذا حين نظام زوجي، هذا زوجي هذا فردي ما له علاقة. 11 عبارة عن رقمين واحد ويما واحد، بس هذا خانة عشرات هذا خانة الأحاد. إذا سؤالي هي مهني، إحنا كبشر ليش كل الثقافات والحضارات البشرية استخدمت النظام العشري؟ بالضبط ها عندنا عشرة صبا. زين سؤالي لو قلنا احنا من سكان المريخ، خلينا نقول شيء نفترض ان المريخ فيه بشر، مو بشر خلينا نقول نسميهم مريخيين، وبكل ايد عندهم أربعة كذي الله خلقهم كذي، شو نسوي؟ سؤالي تتوقع نظام العد عندهم شلون؟ صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. يسمون النظام شنو؟ الثماني. يسمونه أكتة. أكتة يسمونه أكتة. زين سؤالي رقم ثمانية هني شلون راح يصير؟ راح يكون خانة العشرات، ما نسميها عشرات نسميها خانة الثمانيات يسمونها، يصير واحد وصفر. هذا رقم شنو؟ ثمانية. زين وتسعة؟ زين وعشرة؟ أوبا عرفتوا الحين شنو الفكرة؟ انزين الحين فهمنا النظام العشري وهذا النظام الثماني. انزين تخيلوا كوكب زحل فيه مخلوقات، بس مسكينة هذه المخلوقات ما عندها إلا بكل إيد صبع واحد. فشنو عندهم؟ عندهم صفر وعندهم واحد، ويسمونه نظام كم عددهم؟ اثنين. نظام العد الثنائي. رقم اثنين شلون يصير؟ ورقم ثلاثة ورقم أربعة ما في اثنين ما يعرفه. أيوة هكذا. زين تعال نرد الحين مرة ثانية، اتركم عنكم المخلوقات الفضائية، تعال نرد حق الكهرباء. احنا لما نيجي نقول هذه البطارية عندي وعندي هني مفتاح كهربائي وعندي هني لمبة، تشتغل؟ يمر تيار؟
دائرة مفتوحة ماكو شيء. إذن الحالة مالتها صفر، صح ولا مو صح؟ يعني لو جبت هني جهاز فولتميتر كم القراءة يعطيك؟ صفر. انزين يا خالد ضغط على السويتش هذا تك، اشتغل ليت ولا ما اشتغل؟ وخلينا نقول هني 5 فولت يا رو، ما في مقاومة هني عشان يلا كم الفولت راح تشوف هني؟ 5 صح ولا مو صح؟ اي بالضبط عدل. انزين اذا بالحاله هذه اقدر اقول انه بالفتره الزمنيه اللي ما حد كان ضاغط هني كان صفر 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 الى ان يا خالد وضغط صار 5 5 5 شال ايده. خلينا نقول هني في سبرينج يسحب السويتش لهذا، يعني مثل الزر هذا اللي الظل كابس شغال، تشيل ايدك يرد يفصل. شال ايده خالد ايش راح يصير؟ صفر صفر صفر. ضغط مرة ثانية إذن طبعا هو 5 يعني زين. أنا بالحين الحالة هذه حالة أوف وهذه حالة أون، وإحنا قلنا الواحد لا يعني أنه 1 فولت، الواحد يعني أنه حالة أون، حالة أنه في فولت. فسؤالي إذا هني صفر وهني صفر هني شنو؟ 1 1 0 0 1 وهكذا. عرفت الحين نظام العد الثنائي جاي من وين؟ جاي من انه يكون عندي 0 و1، والديجيتال هو عبارة عن احد الانظمة الثنائية. سهل واضح الفكرة لحد الحين شنو مفهوم الديجيتال؟ انزل تعالوا نشوف الحين مع بعض. طبعا هنا لما نتكلم كان نتكلم وهذا الكلام اللي شرحناه احنا دول الحين، ان لما نقول 1 معناه ان هاي شنو؟ هاي فولتج. لما نقول 0 0 معناه 0 فولتج، يعني اون اوف. اون اوف هذا اون وهذا اوف، تمام يا خال يا ابو ثنتين. مكتوب لك هني another system in which one is represented by low and zero is represented by high is called negative logic. النيجاتيف لوجيك العكس ماله. شنو معنى السيستم اللي عند الواحد is repeated by low؟ هذا كه لاحظوا هني هذا النيجاتيف يعتبر هني هاي هاي لو هاي 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 لو هاي 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 لو كه هذا هني كذي هاي هاي لو 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 هاي يكون العكس. واضح؟ حلو. طبعا هني قاعد يشرح لك عن النظام الاخير شنو دكتور؟ هذا دامج الاثنين دامج الاثنين وعاد ما راح نسال فيه وايد، بس هذا يعني هذا يدش على سيستم ثاني والسيستم يقوم يحوله الى بوزيتيف ونيجاتيف ويفصلهم عن بعض لانه ما راح يتعامل معاه بالشكل هذا. انزل تشفير. انزل تعال نطالع على نقطة الحين وايد مهمة. الحين الديجيتال ويف فورم، الديجيتال شلون شكلها الديجيتال؟ هنطالع الديجيتال. يقولك الديجيتال يعني مثل لما كان السويتش قبل ما خالد يضغط على السويتش كان صفر 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 إلى أن ضغط صار 1 وظل 1 إلى أن يشيل ايده، اول ما يشيل ايده يرد صفر، تمام. انزين في عندنا شغله، انتم الحين بسالكم سؤال. الحين لما اقول حق انتم الحين واحد منكم قاعد الحين على الارض ولما اقول له قوم وقف كان صفر وقف صار 1، سؤالي بالمرحله وهو قاعد يصعد وهو قاعد يوقف هذا شنو نعتبرها؟ يعني احنا الحين ما في شيء فجاه يتغير، يعني هني كان صفر 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 فجأة صار 1، مو فجأة. ترى هذه النقطة لو نكبرها راح نلقاها بالشكل هذا. طبعا هو المفروض انه يصعد فجأة ولكن فعليا اللي صار كذي، بس كبرناها في بس شيء بسيط بس موجود. هذا احنا نسميه
positive edge. شنو نقصد كلمة edge؟ edge معناه الحافة، positive حاجة هي حافة التغير الإيجابي. لاحظ أنه هو كان من زيرو رايح صاعد حق منه؟ حق الواحد، يعني كان صاعد. positive edge، positive edge. إنزين إذا في positive edge، إذا شنو في بعد هني؟ ليش نيجاتيف؟ ليش نيجاتيف؟ بالضبط. يعني هذا هني لونين تشيك عليه، هو كان هني، هل راح ينزل فجأة صفر؟ لا، ياخذ له وقت. هذا الوقت احنا نسميه نيجاتيف ايدج. اذا عندي بوزيتيف ايدج، نيجاتيف ايدج، شفتوها؟ شفتوها؟ يعني انت الحين، انت الحين مثلا كنت درجاتك تعبانه وبعدين قمت تجيب درجات عاليه، انت صار لك شيء بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف، شيء ايجابي، شيء حلو. اذا لما تكون انت شاطر وتطيح، هذا شيء شنو؟ نيجاتيف. واضح هالفكره؟ انزين تعالوا نطالع هذا بعد بحاله منو البوزيتيف بلس. بلس البوزيتيف، تذكرون قبل شوي شن قلنا؟ قلنا في بوزيتيف وفي نيجاتيف، صح ولا مو صح؟ انزين بالنيجاتيف تعالوا نطالع شلون هي شكل النيجاتيف اساسا. النيجاتيف هذا شكله يكون في فولت في فولت في فولت، واحد واحد واحد، بعدين ينزل صفر 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 صفر، بعدين يرد مره ثانيه. يعني كان صاعد ينزل يصعد. إنزين سؤالي، هذا شو نسميه، بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ليش؟ لأنه نازل. إنزين هذا، هذا صاعد، هذا بوزيتيف. فأنتوا لازم تفهمونها، مو تحفظها. تحفظها ماكو فايدة، تفهمها خلاص، ما لا داعي حتى تحفظها ولا تعور راسك، بس اعتقد انها رسخت بعد عمرك ما راح تنساها. فهني قاعدين نتكلم احنا على البوزيتيف بلس والنيجاتيف بلس، وين هني البوزيتيف ايدج وين النيجاتيف ايدج، عشان لازم تعرفون الشغله هذه. واضحه؟ عرفتوها؟ طبعا البلس شنو البلس شباب؟ البلس هي النبضه. يعني الحين انت ساعات لما تقول القلب مثلا قاعد ينبض، شنو القلب قاعد ينبض؟ لما نقول القلب قاعد ينبض ولا شيء، بالافلام المصريه يحطوا لك النظام هذا عدل، يقول هذه نبضه. زين لما اقول لك ها والله الصاعق الكهربائي اعطاني نبضه، شيء اعطى الجهاز هذا الكهرباء اعطوني نبضه، نبضتين، نبضه نبضتين، معناه شنو؟ معناه انه كنت انت صفر فجاه يعطيك قيمه نبضه، بس ما يستمر. لو استمر فترة طويلة هذا مو نبضة. النبضة مثل البرق، يعطيك شيء بس شيء غير مستمر، شيء لحظي، شيء ويروح يخلص يخلص. ايه بس ما يستمر معك، استمر ماكو فايدة، هذا مو نبضة. فهمتوها؟ فأنا لما أقول هني بلس، بلس نقصد فيها هي النبضة. إذن شلون شكل البلس؟ يا يتي لك بوزيتيف بالشكل هذا او نيجاتيف. سوري ما يصير ارسمهم مع بعض، كل واحد بروحه. كاهي كاهي كاهي، هي هي نفسها هذه اللي هني. اوكي هذا الحين فكره. طبعا الحين قاعدين نشرح الحين مفاهيم الاساسيه حق الموضوع ككل، يعني في الموضوع هذا. انزين شفتوا الشباب الحين مثلا السيجنال هذه، شفتوها؟ هذه فعليا هي البوزيتيف بلس. يعني المفروض، المفروض هذه شي شكلها المفروض. المفروض شيء، بس فعليا يقولك ما في شيء فجأة يصعد هني، ياخذ له وقت، ولما ينزل طبعا ياخذ وقت ويزيد، هذا بعدين بالكنترول تاخذونه الى ان يثبت. وقت النزول
ينزل بس ينزل زياده بعدين يرد مره ثانيه بالشكل هذا. بس هذا التغير اللي هني صغير مو كبير. واضح؟ انزين هذا الزمن شوف طبعا احنا شنو قلنا هذه بوزيتيف بلس ايدج صح؟ وهذه نيجاتيف ايدج. انزين في هني زمن نسميه احنا زمن الصعود. هذا نسميه احنا الرايز تايم. رايز بالانجليزي معناه شنو؟ انهض. يعني الحين اعطيكم سؤال. الحين خالد ابي واحد متين منه. خالد متين؟ صدق ابي امتن واحد فيكم منه. شعبولة. الحين شعبولة قاعد على الارض وخالد الحين عقب ما سوى رجيم صار ضعيف وهم قاعد معاه على الارض. لما اقول لكم يلا منو اسرع واحد يوقف وهم قاعدين على الارض، تتوقع الرايز تايم مال خالد بالنسبه حق شعبولة شلون؟ أنا ما قلت منو أسرع، أنا قلت منو اللي وقت الصعود أو النهوض له أكثر. لا ما بالوقت ما في شيء اسمه وقت أسرع، الوقت واحد بين الاثنين. منو اللي وقته أقل؟ أنت منو أنت؟ شباب احنا لما نقول مثلا انت سيارتك فراري وانت سيارتك مثلا منو يوصل حق مثلا خلينا نقول في حيل بوقت اقل، السياره السريعه ولا البطيئه؟ السياره السريعه. بس انا ما قاعد اسال على السرعه، انا قاعد اسال على الوقت. اوكي فانا هني عندي زمن النهوض، هذا زمن النهوض زمن رايز تايم، فهذا هني زمن النهوض. طبعا كل ما قل الرايز تايم شيء مو زين، كل ما زاد سوري كل ما زاد الرايز تايم مو زين، كل ما قل الرايز تايم زين. تمام لان اذا زاد الرايز تايم هذا ايش معناه؟ ايش راح يصير؟ ما راح تصير كذي، راح تصير بالشكل هذا. يعني المفروض كذي، لا راح تصير كذي، وهذا مو زين. هذا معناه انا خربت الديجيتالز، قاعد يصير شوي قاعد يصير كأن أنالوج قاعد يصير. تمام إنزين هذه شغلة. الشغلة الثانية وقت الهبوط نسميه فول تايم. إحنا لما نعطيكم F بالجريد ليش نعطيك F؟ فول هو فيل، بس إحنا نسميه فول هو سقوط، بالعربي نسميه سقوط، فيل هو رسوب. لاحظ في فرق بين السقوط والرسوب ها؟ أوكي هذا نسميه إحنا فول تايم. تمام اللي هو الزمن الهبوط او السقوط. زين اسالكم سؤال، عاده من يكون المفروض يكون يعني اقل، الرايز تايم ولا الفول تايم؟ من يكون اقل المفروض اثنيناتهم قليلين، المفروض اثنيناتهم قليلين عشان ما يصير عندك تشويش. المفروض اثنيناتهم يكونون اقل ما يمكن. وهني حاطي لك السيجنالز. انزين في نقطه وايد مهمه، يعني انا ما ادري ليش كثير من عندكم، انتم خلصتوا ماده الكهرباء ولا ما خلصتوها؟ انزين شباب الحين انا عندي تو سيجنالز هني قاعد تشوفونهم، واثنيناتهم يعتبرون ديجيتال صح، هذا بوزيتيف هذا نيجاتيف بوزيتيف اللي هو كومبوست هذا، لكن كلهم يعتبرون ديجيتال. بس أبيكم أعطوني ملاحظاتكم على التو سيجنالز. هذه السيجنال تتوقع بعد اللي هني إيش راح يصير؟ ينزل ولا يصعد؟ راح يكمل كذي؟ كذي كذي كذي؟ ليش؟ لا شباب هذا مبين من شكله شوف كان هني وصل لهني بعدين نزل بعدين وصل لهني بعدين صعد بعدين كمل بعدين نزل صعد صرع كمل وبعدين راح ينزل بعدين
يصعد ينزل يصعد وهكذا صح؟ حلو. هذا النوع اللي يكرر نفسه، شوفوا شوفوا اللي يكرر نفسه في فترات زمنية محددة نسميه بريودك بلس. بريودك جاي من كلمة بيريود. بيريود بالإنجليزي شو معناها بالعربي؟ بيريود معناها دورة، دورة زمنية، تمام. فبالتالي هذا النوع اللي له بيريود معين كل لاحظ يعني زين ايش درى انه راح يصير شيء شكله، لانه كان مبين هذا زمن الدوره واحده تكرر نفسه كل ساعه، يكرر نفسه كل ساعه، يكرر نفسه. فهذا احنا نسميه احنا بيريودك. البيريودك هذا هو اللي احنا نقول انه له فريكوانسي. فريكوانسي بالكلمه كلمه فريكوانسي بالانجليزي شو معنى يقابلها بالعربي؟ لا انا احب كلمه ثانيه، هو تردد بالهندسه يسمونه تردد، بس انا احب استخدمها كلمه ثانيه، التكرار. لما نقول كلمه الانجليزي نقول frequent. frequent you are frequent 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 you have frequent visit for my shop. ايش معناه؟ ان انت دائما متكرر الزيارات لمحلي، متكرر. يعني لما انا ادري ان انت كل يمعتي عندي مطعم، لاحظ كل يمعة تي، فأنا يوم خميس أدري إن باكر رح يجي لي خالد. ليش؟ لأن أنا أدري he's frequently visit my restaurant at هذا in Friday، بشكل متكرر يزورني كل يوم يمعة. لاحظ لأن الفترات الزمنية ثابتة، كل أسبوع رح يمرني بالتوقيت الساعة 8 بالليل مثلا يتعشى، خلاص هذا frequent. لما أنت تروح دائما دوانية معينة شو نقول؟ frequently، بشكل متكرر، بشكل يعني دائما انت قاعد تحافظ على هذا. فانت هني متوقعين احنا نقدر ان انت راح تزورنا يوم الجمعه. ليش؟ لان انت بشكل متكرر تزورنا بشكل مكان الفلاني. زين تعال نطالع حق السيجنال هذه. هذه لاحظ من هني لهني حلو كان واحد، زين من هني لهني كان صفر، زين من هني لهني واحد، زين هذا الواحد يشابه هذا الواحد يعني كعرض مهم عندي أنا، إيه أوكي يشابه. زين الصفر اللي هني يعادل هذا؟ هوبا، تدري لو يشابهه عشان أقولك خلاص هذا راح شكله راح يكرر نفسه، يعني يأخذ له ثانيتين واحد، يأخذ له ثلاث ثواني صفر، ثانيتين واحد، ثلاث ثواني، أوكي هذا خلاص هذا شكله بيريودك ولا فريكوانسي. بس هني لا، نشلنا الحبيب صار غير. زين مو بس كذي، هني واحد صح يشابههم، بس الحبيب الصفر اللي هني نشلنا مره ثانيه. زين سؤالي تتوقع شنو الحين اللي جاي اللي بعده؟ عندك توقع معين ولا لا؟ زين ايش كثر صفر؟ راح يطول ما يطول؟ ايش درك انت قاعد انت الحين انتوا كلكم قاعد تفتون؟ لا لا هذا شكل عشوائي، انتوا كل واحد فيكم الحين قاعد يفتي. هذه الفتوى اللي انت ما تدري شنو اللي جاي نسميه نون بيريودك، غير دوري. يعني انا ما ادري، يمكن فوق يمكن تحت، يمكن بعد شويه يزعل، يمكن يطول يصير صفر بعدين يرد مره ثانيه، ما ادري. ما له سلوك محدد متكرر، ما له سلوك، سلوكه مو متكرر مو محدد، غير يعني ما غير قابل للتنبؤ. نسمي احنا نون بريودك، مو نسمي نون راندوم. يعني مو يعني اوكي راندوم اذا كانت القيمه ما هي ثابته. احنا هني هو قيمته الفوق ثابته، ولكن التكرار ماله غير منتظم. هذا التكرار معناه انه هو ما قاعد يكرر نفسه بشكل دوري، اذا نون بيريودك. واضح الفكره ولا مو واضحه؟ انزين انا الحين برسم لكم سيجنال وبيك تقول لي هذا بيريودك
ولا نون بيريوديك؟ ادري مثل كويز شيكم انتو. يلا ليش لك شو تقول؟ تقول تعال هذول الثلاثه يشافون بعض يعني كه شوف هني بوزيتيف نيجاتيف بعدين صفر بوزيتيف نيجاتيف صفر بوزيتيف نيجاتيف اكيد بعدين راح يكون صفر. انزين لو نفس السيجنال بس اعطيتك اياها كذي ها ليش يعني لو تقول هذه 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 بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف ليه هني ترى بيريودك بس اعطيتني هالصفر اللي مو موجود هني. لو موجود هني اقول لك اوكي بيريودك بس هذا مو بيريودك خلاص ضيعت السالفه انت الحين عفسته. الحين هني هل هو صفر بوزيتيف ما ادري غير قابل للتنبؤ صح ولا مو صح؟ فهذا نون بيريودك. فهمتوا الحين الفرق بين بيريودك ونون بيريودك؟ انزين منو اللي تقدر تحسب الفريكوانسي ماله ونون بيريودك؟ انزين كلمه الفريكوانسي معناه التكرار. انزين عفوا من يقدر يقول لي خلينا قلنا هذه النقطه اللي بنسميها A وهذه اللي بنسميها B واضح عندكم وهذه سي وهذه دي تمام وهذه اي وهذه اف جي ها طلع عندك ولا ما طلع؟ انا ادري عشان شي اقول لكم والله استخدموا لابتوبات او ايباد. دكتور فتحت اللابتوب قام يفور وياي ربي كعبه طلعني ها انزين حلو. انزين الحين هذه هني احنا قلنا هني في فريكوانسي. سؤالي شنو هو النمط المتكرر؟ يعني شنو السيجنال اللي منها من يعني تحس انها يعني العرض مالها من بعدها قاعد يتكرر؟ يعني سؤال من A ل B صح كلامك بس خلنا نسال انا نطالع. لو من A ل B قلنا هذا اللي متكرر شان المفروض يطلع فوق هذا ما ينزل صفر. بس انتوا قلتوا من A الى C لاحظ اي شيء بعد السي متكرر كاهو بالضبط. زين سؤالي هذه النمط اللبنه ابيكم تتخيلون شيء كانها هاي طابوقه والطابوقه الثانيه يمها. سؤال الطابوق من نفس المصنع مو نفس القياس نفس الحجم نفس كل شيء مو متكرر؟ حلو. هذا هذا اللي هو احنا نسميها الوحده البنائيه الوحدة البنائية للسيجنال هذه احنا نسميها بيريد. بيريد معناه دورة واحدة. شلون؟ يمكن المصنع يبي يشكل اشكال ثانية. اي هذا لا تشتري من عنده. اذا يعطيك طابوقة 10 سنتي ويعطيك الطابوقة الثانية 12 سنتي والثالثة 9 سنتي هذا الطابوق ابو كلب هذا. تثق فيه هذا ما تثق فيه هذا؟ في دقة ولا ما في دقة؟ المصنع في دقة ولا ما في دقة هذا؟ ما في دقة. احنا قاعد نتكلم على شيء دقيق شيء ألماني محترم. انزين تعال نرد مرة ثانية هني. اذا هذا الوحدة البنائية الأساسية راح نسميها بيريد. وان بيريد اللي هي بناء عليه تتكرر. انزين هذا الزمن مال وان بيريد شو نسميه؟ نسميه time period. نسميه time period. الزمن اللازم لعمل one period. الزمن اللازم لعمل one period. دورة واحدة.
واضح ولا مو واضح؟ انزين سؤالي الحين هني وين التايم بيريد؟ من وين لوين؟ انا بساعدكم هذا البدايه، قول لي وين النهايه. انا راح امشي بالقلم، قول لي ستوب، احنا هذا النهايه هني هني. من يقول هني؟ خالد يقول هني. انزين هني هني. من يقول هني؟ انت منو انت؟ يعني يا شباب انتوا في عندكم مشكلة، انا ما ادري يعني انتوا يعني البنات اوكي افهم، بس انتوا شباب كل واحد يسوي ابديت يحط صورته، خلنا اعرف، لان انت لما يتكلم عشان اعرف ان فلان تكلم، حطوا صوركم ترى. انا حاط صوري. انت حاط، جزاك الله خير. باجي اللي حاط شو حاط هذا؟ حاط لي موستنج، الثاني ما حاط، حطوا صوركم زين، حطوا اساميكم عدل. يا حبيبي شو العين؟ قاعد لازم بسرعة أراجع مخي كم عين هذا؟ حمي حط اسمك، حط هذا، ايش فيك عدلو؟ في ناس الحين تقول هني صح؟ خلينا نسمي النقطة A، وفي ناس تقول هني النقطة B. منو الصح؟ خالد ولا A ولا B؟ سؤال، احنا شنو قلنا؟ قلنا الوحدة البنائية اللي لو تاخذها من الطابوقة تكررها نفس الشيء. سؤال، هذه انا لو اخذتها ونزلتها هني نفسها؟ شوف شوف اللي بين الصبعين، شفتهم؟ نفسها؟ غلط عيل، كلامك غلط. اللي قال ان عند الاي غلط. اذا تعال نطالع خالد، قال هني. يلا بتحرك، نفسها؟ لا مو نفسها. اذا خالد غلط. اذا تعال تشوف البي، كاهي كرر، هوبا نفسها. اذا البي هي الصح. إذن هو ما يغرك الشكل إنه صاعد ونازل، قلت خلاص أنا شي خلصت. لا، أنت لازم تنتبه حق التكرار. واضح الفكرة؟ انزين من يقول لي؟ تعال بريدك ولا نون بريدك؟ زين يلا قولوا لي من وين لوين البريد؟ يلا هذه ايه؟ هني؟ هني؟ بالضبط هذه هني وتتكرر. انزين قولوا لي وين البريد اللي هني؟ صح، هذه أساسا نون بريودك فما لها فريكوانسي، ما زين لو شايل هذا السين بريودك. زين وين البريود مالها؟ هذه ايه؟ وين البي؟ ها هني هني. عافية، عاجبيني، انتوا عجبتوني، انتوا اليوم عاجبيني، حدكم عاجبيني، حدكم عاجبيني، مع ان في واحد واثنين ما يتحجون كلش. ها عشان هم دوم اوف دي عليهم انت كذي. محمد اسعد موجود؟ وليد محمد موجود؟ محمد محمود موجود؟ عبد الرحمن خالد
ايه زين صاحي. احنا الحين شوف احنا نستخدم نظام صاحي، اللي ما يقول صاحي سيده خلاص اسجل غياب. صاحي اي بس اي تمام، واضح الحين الفكره شباب. انزل الحين احنا خلصنا هذه النقطه وايد مهمه، واحنا اوريدي يا شباب ترى تكلمنا. سوري انا سكرت عليكم بهذا. اوريدي احنا الحين صفحه 12 تكلمنا عن نقطه الفريكوانسي والامور هذه. زين تعالوا احنا الحين لما تين تكلمنا قبل شويه وشرحنا وقلنا هذا هو التي صح، من هني لهني هذا التي اللي هو شنو قلنا؟ قلنا الزمن اللازم لعمل دوره واحده صح، اللي هو من A ل B. انزين هذا الزمن، زمن ايش معناه؟ شنو الوحده مالته الزمن؟ سكند. سكند يعني اقول لك فرضا هني اقول ترى من هني لهني خذاله 5 ثواني هذا، اذا من هني لهني 5 ثواني نفسه. ما في بالثانية. انزين جايين انزين. طبعا انتوا يعني انتوا ماخذين الفريكونسي يعني دارسينه مادة ثانية صح؟ اي زين. انزين تعال نطالع الحين هني. الحين هني قاعد يتكلم على نقطة مهمة، شنو هو الفريكونسي؟ الفريكونسي شو يساوي؟ الفريكونسي يساوي 1 على تي. بس لما تقول التي انتبه، لما تقول التي قول تي كابيتال. ليش؟ لان التي كابيتال هي الزمن الدوري، في حين ان التي العاديه هي الزمن. ايش يعني حتقول يعني شو الفرق بين الزمن والزمن الدوري؟ انا اقول لك تعال، بالضبط. تعال اعطيكم مثال. الحين خلينا نفترض ان انا قلت لك هني 10 ثواني أنا مسحت هذه، لا جبت سيرة 5 يا حبيبي روح قلت لك 20 ثانية يلا، وما رسمت لك هذا أساسا. هذا كوزكم الجاي مثلا، وقلت لك يا خالد أول شيء بريودك ولا نون بريودك؟ بريودك. زمن دورة واحدة كم؟ إيش دراك؟ إيش دراك؟ ها؟ حلو، هو كلامكم عدل بس إيش دراك؟ اللي أنت قلته صح، إن هني التايم فور وان بيريود إيكوال الزمن الكلي على عدد الدورات. بالضبط. زين ولو كانوا 4 انت كذي طلعت الزمن حق دوره واحده. انزين هذا لاحظ شو كتبنا؟ تي كابيتال. الزمن الكلي كتبناه سمول، فانتبه لما تكتب انتبه حق النقطه هذه. فهني ايش يقول لك؟ يقول اذا انت قدرت تحسب الزمن الكلي حق سوري الزمن فور وان بيريد، ترى الفريكوانسي يساوي 1 على تي كابيتال. يعني تعالوا الحين مثالنا هذا، قلتوا لي ان التي تساوي 10 سكند، كم الفريكوانسي؟ 1/10 يعني 10 يعني 10. زين شنو الوحده مالته؟ هرتز اتش زد. اوكي خصم لا اعطيك حكيك لا بصير نذل معاكم، بحط لك اختيار متعدد واقول لك مثل السؤال هذا هو 10 هرتز صح، اكتب لك 10 امبير 10 اوم 10 هرتز 10 سكند. يلا بس حق محمد يلا كل 10 يلا تحسبها 10 يلا وين ما دام ما تحطون صوركم ما على فكرة اليوم راح أعطي بونس بس حق خالد لأن حاط صورته. ما شفت وين ما اي والله محمد غازي
راعي الموسلي محمد اسعد خصم درجتين. لان حاط يعني حاط موسلي وحاط هابي فيس على وجهه يعني ما يعني ما ادري شنو الموضوع يعني. ولا وعلامه حبتين بعد مسوي ما ادري شو سالفته. خصم درجتين عشان حبتين. انزين خلينا نطالع. لا شباب حطوا صوركم عشان تصير اسهل علي انا. انزين عرفتوا الحين الفكره؟ انزين وزين والتايم زين. اذا انا اعطيتك فريكوينسي احكس. طبعا بما ان انت شباب انتوا شطار بالرياضيات فانتوا عارفين بما ان هني في عندي انا فريكوينسي فوق وتحت التايم اذا انا اقدر ابدل بينهم حسب الرياضيات اقدر ابدل بينهم فيصير تي واحد على اف. بس مو لح اعطيك مثلا تي تساوي مثلا 3 سكند واقول لك كم الفريكوينسي هذا صح. يعني في ناس هني شوف هني هني مثل السؤال هذا اقول له كم التايم فور وان بيريود يقول لي 20 غلط. اقول له زين كم الفريكوينسي 1 على 20 كله غلط راح يطلع. فلازم عشان شيء اقول لك لا تغلط الغلط لازم تكون تفاهم المفهوم. اذا فهمت المفهوم راح تجاوب صح. انزين واضحه الفكره لحد الحين. زين تعال نطالع نقطه وايد مهمه بعد هني راح نوقف المحاضره. الديوتي سايكل. الديوتي سايكل يعني ظهر انتو كول اوف ديوتي فانتو وايد داشين بالموضوع هذا. اي الحين احنا لو نلاحظ الحين مثلا السيجنال عندنا لهني هذا السيجنال بيريودك. انا قاعد اقول لك بيريودك انا قاعد اقول لك بيريودك معناه انه كان صفر بعدين صار هاي بعدين رد صفر فتره طويله بعدين رد هاي بعدين راح يرد صفر مره ثانيه بهالطريقه هذه. اذا البيريود من هنا الى بدايه يعني من بدايه الموجه الاولى الى بدايه الموجه الثانيه هذا هو التي. تمام انزين بس هل طول فتره البيريود هذه كانت اكتف؟ لا. حلو الحين يا مفهوم الديوتي. الديوتي معناه شنو؟ مثلا بالانجليزي مثلا منو فيكم يشتغل شباب؟ حلو منو انت؟ قول اسمك. محمد محمود مثلا محمد محمود مثلا خلينا نقول انا بروح ازوره مثلا بالشغل وخلينا نقول باللحظه اللي انا زرته فيه خلينا نقول مثلا داش معمعة الشغل يعني خلينا نقول مثلا هو الحين ممرض مثلا ممكن انا اروح له يكون هو قاعد وساكت بالشغل بس ما عنده شيء يعني حاليا شلونك شخبارك نسولف مع بعض. بس اذا هو باللحظه هذه هو بالعمليات فربعه شو يقولوا لي؟ محمد اكشولي هيز اون ديوتي. يعني شنو هيز اون ديوتي؟ يعني هو حاليا يعني شقال هو الحين اللي يلبي النداء على قولتهم اوكي بالطريقه هذه. فسؤالي انا هني الديوتي سايكل ايش كثر؟ احنا الحين بنحسب ايش كثر نسبه خلينا نقول الفعاليه بطريقه ما. انزين القانون سهل جدا بس عشان تفهمونه تي دبليو اوفر تي ضرب 100. زين التي عرفناها من هني لهني. التي دبليو من هي؟ التي دبليو هي زمن اللي قاعده فيه السيجنال تشتغل فيه از 1 از هاي كهو. يعني مثلا مثال انا اعطيك مثال خلينا نقول من هني لهني 10 ثواني حلو ومن هني لهني 1. سؤالي يعني انت خلينا نقول 10 ساعات الشفت مالك 10 ساعات الشفت مالك 10 ساعات بس انت فعليا فعليا مدقوق 10 ساعات. انت مدقوق ساعه واحده ومريح 9. سؤالي كم نسبه الفعاليه مالتك؟ 10%. شلون حسبت 10%؟ قلت هي ساعة واحدة أنا قاعد أندق فيها صح. تقسيم 10 ساعات اللي هي طقة الكرت طقة خروج الكرت 10 ساعات بس شمس كدر الفعالية مالتك 10%. ليش؟ قلت ساعة تقسيم 10 ساعات ضرب 100 صح ولا مو صح؟ إذن تعال نطالع السؤال هني القانون. شو يقول القانون؟ تي دبليو
اللي هي تي مالتك وانت شغال فيها as one وقت الفعاليه كواحد، صح ولا صح؟ كهاي على منو؟ على الزمن الكلي اللي هو العشرة. ك عدل ومعدل عدل. سهل بعد، ما سؤال بعد اشرح زياده ولا خلاص؟ لا زين تعال نطالع سؤال الحين. كان هذا سؤالنا هني، التايم 10 ملي، زين الفريكوانسي، يلا احسب لي الفريكوانسي. 1 على 10 ملي، طبعا شباب لازم تعرفون الملي مال ملي، تحويلات تعرفونها ولا ما تعرفونها؟ تحويلات هذه بعد شيء اساسي، بدون التحويلات ترى تضيعون. اذا ما تعرفون ذكروني المحاضره الجايه اشرح لكم اياها. اوكي خلاص المحاضره الجايه، المحاضره الجايه متى ان شاء الله؟ يوم الثلاثاء شباب، ها لا تنسون الثلاثاء. انزين اذا 1 على 10 ملي طق بالار يطلع معاك 100 هرتز. زين قلت لك احسب لي ديوتي سايكل، ديوتي سايكل هذا القانون. انزين كم تي دبليو؟ وليش واحد؟ واحد مو عشان هذا ترى، كا من صفر لواحد كا واحد ملي على التايم عشرة ملي عشرة في المية. بس خلصنا ضرب مية، طبعا هذا عشرة في المية. ها يلا عشان للدقة أحسن حط كذي العلامة هذه، واضحة شباب؟ فيها شيء؟ فيها مشكلة؟ خمسين في المية، خمسين في المية. ليش من صفر لواحد أكتيف، من واحد لاثنين مو أكتيف؟ واحد تقسيم اثنين نص، نص في المية، خمسين في المية. كلامك عدل حلو. انزين المحاضرة الجاية لأن الحين خلص تقريبا عندنا الوقت، راح نتكلم أكثر وأكثر على شغلة نسميها إحنا الكلوك الدياجرام، الأمور هذه شغلات أساسية. بعدين راح نتكلم عن بعض الشغلات، التطبيقات، الأمور هذه. وبعدين راح نعطيكم هومورك، اللي حاب هذا الهومورك راح أنا يعني نسويه بطريقة ما، ونتكلم فيه بعض التعريفات، بعض الأمور هذه وايد مهم. هومورك أوكي. وبعدها راح ندش المهم، اكثر شيء شابتر، اكثر شابتر مهم بالماده هذه هو شابتر 2 يا شباب. يعني راح نتكلم على شغله حنسميها الاند، النور، النوت، شغلات دائما ما ادري فيكم، اذا في احد فيكم يعني شوي متبحر بموضوع الديجيتال، راح شابتر 2 نتكلم بشكل كبير في الديجيتال. الله يعطيكم الف عافيه. صاحي ايه يا ابي، كل واحد الحين يقول رقم واحد. لا واحد واحد واحد، ما يقول واحد مره ثانيه، واحد واحد. ها ناقص سبعة، ناقص واحد، لأن أنا قلت واحد. وين ثمانية؟ أنت ثمانية، ها أوكي. يلا مشها. الله يعطيكم العافية شباب. دقايق وراح أنزل لكم الحين المحاضرة هذه بالكامل على اليوتيوب، راح أحط لكم الرابط بالتيمز مالنا. يا ريت لو تدشون على اليوتيوب وتسوون سبسكرايب حق القناة عشان توصل لك أو توصل لك المحاضرات أول بأول في الموضوع هذا. أوكي انت داش شنو؟ على اليوتيوب ما تبي تدش اليوتيوب بدون ايميل؟ سوي لك قناه احسن لك، حط لك حط لك يوتيوب ايميل احسن لك، ترى ما راح يبقون ايميلك ترى. لا انا بس عشان المشاهدات احسن لك، بالعكس عشان وين انت ما وقفت يروح يردك. مو حقي انا، انا ما راح اطلع فلوس من وراك بالايميل هذا، ما راح اطلع. كيفك على راحتكم.
أنا راح أسكر التسجيل.